السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم تراحيب. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في هالحلقة من تراحيب. اليوم حلقتنا متنوعة وغنية بضيوفنا بتقاريرنا وأيضا أحداثنا، ولا سيما أن احنا بنناقش مع ضيوفنا مواضيع لها علاقة بالوظائف والصحة وأيضا التعليم. نعم، وأيضا بنكون مع الزميل حمد العيدة في الفقرة الثقافية الأسبوعية. مساك الله بالخير يا حمد. يا مرحبا يا خالد، مساك الله بالخير، ومساك الله بالخير يا صباح، ومسي على مشاهدينا وتحديدا مشاهدين برنامج تراحيب من قناة الريان. أنا موجود الآن في سوق واقف تحديدا من مركز الفنون في تقديم الفقرة الثقافية اللي راح تكون فقرتنا عن التشجيع، عفوا راح تكون عن التشجيع على القراءة، وراح يكون ضيفنا الدكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية في جامعة قطر كلية الآداب والعلوم، وراح يكون معنا تقارير، ولكن ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. شكرا لك يا حمد، ونرجع لك إن شاء الله في سياق هذه الحلقة إن شاء الله. وعندنا أيضا مجموعة أخرى من المواضيع اللي بنركز عليها الليلة، بينها سلامة الطرق ومكافحة وتقليد الهواتف الذكية. اليوم عندنا مواضيع عديدة يا خالد، انتبهوا معنا مشاهدينا، العديد من الأحداث والضيوف راح يكونون معنا في حلقتنا اليوم، لكن نبدأ مع رعاية هيئة الأشغال العامة أشغال لمنتدى أنظمة النقل الذكية وسلامة الطرق. نعم يا صباح، ويأتي المنتدى في ظل التطور العمراني والتضخم السكاني في البلاد والأشغال المكثفة اللي تقوم بها الدولة في البنى التحتية والطرق. تفاصيل عن الحدث في هذا التقرير. الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر مشاركة والاستفادة من آراء المختصين اللي طبعاً تشوف مؤتمر ما شاء الله يعني عدد كبير، ويعني الحضور من جميع يعني الشركات المتخصصة. وضعنا خطة رئيسية لأنظمة النقل الذكية بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وباقي الجهات يعني المختصة في الدولة. فجميع مشاريع الأشغال إن شاء الله، مشاريع الطرق، سيشمل يعني أنظمة النقل الذكي. عدد الأشغال المتواجدة مش بس أشغال، يعني هي أشغال جزء واحد، ولكن عندك أطراف أخرى، يعني عندك مشاريع خاصة في نفس المنطقة، في عندك أيضا مشاريع للمترو حاليا سوف تبتدي. هاي كل المشاريع تؤدي إلى زيادة الزحمة في هذه المناطق. احنا متوقعين الخمس سنين القادمة هي أصعب مرحلة، فالزحمة راح تكون موجودة، ولكن لو تنظر زحمة قطر مثلا بعض الدول فهي زحمة مقبولة. أنت لازم تنظر شو اللي راح يصير بعد الخمس سنوات، وأنت اليوم ممكن أنك تبني شارع أو تطور فيه، بس يمكن عقب خمس سنوات ما تقدر تطور فيه، لأن عدد الزحمة بعد خمس سنوات مختلفة عن اليوم. أتمنى على جميع المواطنين أن بأخذ بعين الاعتبار أن هالمشاريع هي لتطوير الطرق، فالصبر بهذا الموضوع. بالطبع تلاحظون مشاهدينا ورش البنى التحتية والطرق القائمة في جميع أنحاء الدولة، وأبرزها الجاري حاليا
على الكورنيش. نعم يا خالد، يمكن هاي الورشة اللي تم إنجاز 50% منها بانتظار أن ينتهي الجزء المتبقي في نهاية شهر نوفمبر، يعتبر تحويل عدد من الدورات إلى إشارات ضوئية، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نطلب الصبر، أهم شيء الصبر. من الخدمات والسلامة إلى مساعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات فيما يتعلق بموضوع توظيف المواطنين في مختلف القطاعات وفي المجالين الحكومي والخاص. فريق عمل ترحيب زار مقر الوزارة ورجع لنا في هذا التقرير. تمثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مفصلاً رئيسياً وهاماً في دورة التعيين والتوظيف، فهي تلعب دوراً بارزاً في تقديم كل الدعم للباحثين عن عمل، كما أنها توفر قاعدة واسعة من البيانات للشركات والوزارات الراغبة في تعيين الشباب القطري من خلال قاعدة من المرشحين للعمل كانوا قد قدموا بطلبات التوظيف من خلال الوزارة. تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من الخدمات التوظيفية للباحثين عن عمل، فهي تمنح خطابات مقابلة لغرض التوظيف، كما أنها تمنح شهادة لمن يهمه الأمر بالنسبة للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى الاستعلام عن طلبات التوظيف وشهادة إثبات عدم العمل. التوظيف عبر وزارة العمل لا يتطلب أكثر من تقديم طلب للوزارة لغرض التوظيف مرفق بالشهادات والوثائق المطلوبة، كما يمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. التعيين عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يكون محصوراً في القطاع الحكومي، وإنما قامت الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات الخاصة لغرض توفير وظائف للمواطنين، كما قدمت بإقامة أيام مهنية مع تلك الجهات لغرض عرض الوظائف التي تقدمها تلك القطاعات. الوزارة وفي إطار تقديم خدمات إلكترونية للراغبين في العمل أطلقت عدة خدمات إلكترونية عبر موقعها الحكومي، منها خدمة أبشر والتي تتضمن الرد على أي استفسار خلال 72 ساعة، الوزارة تصدر شهرياً إحصائية بأرقام المواطنين الذين يتم تعيينهم، حيث أشارت إحصائية شهر يوليو الماضي على سبيل المثال أن الوزارة نجحت في تعيين 358 مواطناً ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا السياق مشاهدينا نستقبل في الاستديو السيد محمد سالم الخليفي رئيس قسم التشغيل المكلف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحديث معه عن دور الوزارة التوظيفي وعن فرص أيضا المتوفرة لديها. نرحب فيك أبو سالم في برنامج رحيب، نقول لك يا مرحبا بك. يا مرحبا بكم. مرحبا مسألة فيك يا أبو سالم، ولكن في البداية احنا يعني بنطلع فاصل قصير وبنرجع نستكمل حديثنا معك إن شاء الله. متواصلين معاكم مشاهدينا مع ضيفنا السيد محمد سالم الخليفي، نرحب فيك مسالم مرة أخرى. وفي البداية ودنا نتحدث عن دور الوزارة في الدور اللي تقوم فيه الوزارة في هذا الموضوع، يمكن هالموضوع يمكن يهم جميع المواطنين خاصة المقبلين على تقديم الوظائف أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة. طبعا دور الوزارة هو التنسيق ما بين الباحث عن عمل والجهة الطالبة للوظيفة.
نبدأ فيها في عدة مراحل. إحنا بدينا أول شيء في التوجيه والإرشاد المدرسي لطلاب المدارس، بعدها نحاول أن نوفر له مجال التدريب حتى في النهاية لما يتخرج، يا أما أنه يبتعد دراسيا أو نحصل له وظيفة في الجهة اللي طالبه. زين أخوي بسالم، لو بنتكلم عن يعني التنسيق، لو بتكلم عن التنسيق بالتفصيل أكثر بينكم بين الجهات اللي يعني الباحث عن موظفين. احنا دائما في لقاءات مستمره ما بيننا وبين الجهات الباحث عن الموظفين. طبعا كل جهه لها شروطها الخاصه اللي تحطها فيها، فاحنا نحاول ان احنا نقرب وجهه النظر ما بين الباحث عن عمل والجهه الطالبه. فاحنا دائما نكون باستمرار متواصلين مع القطاعات، سواء القطاع الخاص او القطاع العام، لتوفير الوظيفه للباحث عنها. نعم، يمكن بسالم السؤال اللي كنت بسالك اياه، هل وظائفكم تقتصر على القطاع الخاص او القطاع الحكومي فقط، ام لكم تواصل ايضا مع القطاع الخاص؟ لا، احنا شغالين على القطاعين، اللي هو القطاع العام سواء وزارات او الدوله، او القطاع الخاص مشموما في القطاع المصرفي او البترول والنفط والغاز. نعم. طيب وسالم، انتم يعني هل دوركم يقتصر بس يعني فقط على التوظيف او في ادوار ثانيه تقومون فيها؟ لا، احنا مثل ما قلت لك اخوي، احنا نبدا بالتوجيه المدرسي. احنا بدينا قبل سنتين مع الاخ طلاب الصف الثالث ثانوي. والعام نزلنا للطلاب اللي هم مرحله الاعداديه الثالث اعدادي، على اساس انه هو يبدا يحدد مساره باول ما يروح الاول ثانوي. سواء يختار المسار اللي هو العلمي او المسار الادبي. شنو نوع التوجيه اللي تقدمونه لهم انتم في المدارس؟ احنا دائما يعني شنو اللي تطرحونه لهم؟ احنا الله يسلمك دائما في كل طلعه للمدارس نجيب معنا احدى القطاعات. سواء كانت قطاع النفط والغاز او قطاع المصرفي او قطاعات التامين، فهو يبدا يقدم للطالب شنو هو الاشياء اللي راح يحصلها لما يتوظف عندهم. فيبدا يشرح له شرح كامل عن القطاع اللي هو جاي فيه، بنكون مثلا كقطر شركه قطر للبترول، تشرح له عن كل البرامج الموجوده عندها. بعدها يتمون متابعته لين يوصل مرحلة ثانية. يمكن بسالم هذه من النقاط المهمة، خاصة يمكن مسألة توعية الطلاب للمرحلة المستقبلية اللي راح يدخلون فيها. يمكن خالد أتوقع هاي من أهم الأشياء اللي يجب أن نوجه الطلاب فيها من المدرسة. يعني أنتم بديتوا بالثانوية ونزلتوا الإعدادية، فهذا يعتبر شيء مهم جدا. إن شاء الله إن إحنا بعد مستمرين إن شاء الله للقادم. الله يبارك. هل حد هالقطاعات مثلا لو صار في توافق بين الطالب وبين مثلا الشركة، هل يصير مثلا تكون داعم له كسبونسر او شيء في فتره دراسته؟ ممكن يعني، ولا احنا نقول بعد ما يتخرج، بعد ما يخلص الثانويه. نعم، بعد ما يخلص المرحله الثانويه اذا كانت نسبته عاليه فهي توقع مع عقد. طبعا العقد بيكون ما بين وزاره العمل والباحث والجهه الطالبه، بعدها تاخذ ابتعاث للدراسه، سواء الدراسة في جامعة قطر أو في الجامعة الخارجية. طبعاً بيكون سبونسر كامل. نعم، يعتبر هو كموظف في الشركة بس باسم مبتعث دراسة. يعني راتب وفي نفس الوقت كل مصاريف دراسته على القطاع اللي مختار. طبعاً. نعم، وأيضاً السنوات اللي تحتضم لها في سنوات العمل وانت. أي طبعاً. نعم، زين لو تحدثنا عن قاعدة البيانات الآن اللي عندكم، هل عندكم في الوزارة قاعدة بيانات لطالبي الوظائف بحيث أنها ممكن تقدم للشركات اللي تبحث عن موظفين؟ إحنا طبعا عندنا اللي هو برنامج القوى العامله الوطنيه. نعم، هو قاعده البيانات طبعا حق الاداره نفسها. بالاضافه عملنا برنامج ثاني اسمه برنامج الموارد البشريه. جميل. وتم توزيعه على جميع القطاعات في الدوله، سواء قطاع حكومي. شو اللي يحتوي هذا البرنامج؟ هو في بيانات الباحثين عن عمل كاملين، يعني اللي هو العنوان ورقم الهاتف والشهاده الدراسيه والمؤهلات ايضا، والمؤهلات الدراسيه، واذا كانت عنده شهادات خبره، يعني مثلا كان موظف سابق واستغال. فالبرنامج هذا كامل موجود فيه، بإمكان أي جهة تدخل وتختار الموظف. يعني ممكن للباحث عن الوظيفة واللي يبغون موظفين أن يطلعون على هذه قاعدة البيانات هذه. إحنا الباحث طبعا لا، هي تكون عند القطاعات العامة أو الخاصة. نعم، هو ممكن يتواصل معاه، يدخل على البرنامج هو القطاع الخاص أو العام. ويشوف شنو اللي هو محتاج، سواء كان طلاب مرحلة ثانوية او طلاب المرحلة الجامعية. فيبدأ يتواصل معهم. يعني انتم ترسلون قاعدة البيانات هذه لكل الجهات، لكل الجهات الخاصة والعامة، بعد انتم ما ترتبونها يعني وتشوفون. وهذا اتوقع يمكن بسالم، اتوقع يمكن هاي من الاشياء المهمة، خاصة ان تسهل عملية البحث عن موظفين عند الشركات، عند المؤسسات. صحيح. عند الهيئات، بحيث ان تشوف انت مؤهلات الاشخاص اللي عندك وايضا تنتقي للاشخاص نفسهم. طبعا الحمد لله احنا بعد قاعدين نتابع الوضع، وفعلا الحمد لله حصلنا جهات كثيره بدات تاخذ تستقطب باحثين عن عمل. ومن ضمنهم قناه الدوري والكاس صراحه ما شاء الله، وبنك قطر الوطني، وعندك حتى قطر للبترول، جميعهم. يعني احنا قاعدين بس نتابع، يعني ما توقعنا الصراحه
الأشياء اللي قاعدة تصير. التفاعل بين المؤسسات والهيئات كيف كان معاكم خاصة مع هذا البرنامج؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين يعني دائما متفاعلين معانا في كل وقت، سواء لو احنا طلبنا من عندهم ان يفيدونا شنو الوظائف اللي عندهم الجديده او الابتعاث، حتى في بعض القطاعات تتصل فينا احنا ممكن نحط اعلان في الجريده على اساس نطلب باحثين. فكان التواصل بيننا وبينهم كل مال يعني في ازدياد وفي تطور في مستوى احسن، فبدا يصير عن طريقنا احنا كل شيء يعني 90% تقدر تقول احنا مع القطاع العام والخاص من احنا. نعم اخوي ابو سالم، يمكن يعني ذكرت ان قاعده بيانات عندكم فيها جميع الطالبين او جميع اللي طالبين وظائف. انا كشاب قطري او يعني اذا بحط اسمي في هذه قاعده البيانات شلون اقدم عندكم؟ شنو الطريقه والاليه؟ احنا عندنا طريقتين، اما انك تحضر عندنا في المبنى وتاخذ الاستماره التسجيل، طبعا لازم تكون معك اللي هي صوره البطاقه الشخصيه وشهادة دراسية، بالإضافة إذا كان عنده دورات تدريبية أو شهادة الاي سي دي ال ترفق مع الطلب يعبيها وبيقابل الأخوان عندنا في قسم التوجيه والإرشاد. إذا كان معدله عالي ممكن يعرضون عليه عدة جهات طالبة يعني باحثين عن عمل لابتعاث دراسي أو نحك توظيف. الطريقة الأخرى الثانية هي تسجل عن طريق البريد الإلكتروني للإدارة، يقدر يسجل يعبي الاستمارة ويرفق فيها الشهادات المطلوبة كاملة وصورة البطاقة الشخصية، كل الأشياء اللي مثل ما قلنا صورة البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية وإذا كانت عنده دورات. نعم، لو تحدثنا عن الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها الوزارة للمراجعين وأيضا المواطنين اللي عندنا في قطاع. إحنا عندنا في الموقع الإلكتروني عدة خدمات، عندنا التسجيل اللي هو اللي طالب الباحث عن عمل، وعندنا اللي هي إخلاء الطرف. نعم. الإثبات عدم العمل عندنا خلال الطرف، هاي أنا ممكن أطلبها من عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق الموقع الإلكتروني من غير ما تحضر وجاهزة وموقع وجاهزة. وعندنا طبعا اللي هو معادلة الشهادة للطلاب الجامعيين اللي جايبين شهادات من برا الدولة. أيوة. وعندنا اللي هو يقدر بعد ما يسجل يبحث حق نفسه عن وظيفة، يقدر يسوي له طلب مقابلة حق أي جهة ويبيها من الموقع، من الموقع نفسه. حلو، من غير ما يجينا. اتوقع يمكن راح يسهل العديد من الامور عندكم. طيب ابو سالم، يمكن يعني انتم سويتوا معارض مهنيه للتوظيف يمكن كثيره، ممكن تحدثنا عنها وشنو كانت نتائجها؟ احنا الله يسلمك سميناه الاوبن دي او بما معناه اليوم المفتوح. احنا اتفقنا مع عده قطاعات مثل الاخوان في الحرس الاميري وبنك قطر الوطني وشركه الاتصالات اريدو والملاحه، فعملنا اتفاق ما بيننا وبينهم ان احنا بدال ما نبعث لكم باحثين شخص شخص راح نبعث مسجات حق كل الباحثين عن عمل اللي عندنا، طبعا باختياركم انتم شنو المرحله اللي تبغونها، المستوى الدراسي سواء كان ثانويه او جامعي او دون المرحله الثانويه. فحصلنا تعاون يعني ولله الحمد من الاخوان كلهم، فبدينا نبعث مسجات حق الباحثين عن عمل انه راح يكون عندنا في اليوم الفلاني يوم مفتوح للتوظيف. الغرض منه اللي هو نقدر يعني نوصل الاثنين مع بعض، يعني احنا كوزارة عمل نعتبر وسيط ما بين الباحث عن عمل والجهة الطالبة، فخليناه يوم مفتوح اساس انه يجي الباحث عن عمل يقعد يتفرج على برزنتيشن تقدم الشركة وشنو الشروط اللي هي طلبتها. اذا كان الباحث حاب انه يواصل راح يقعد، بعد ما يخلص البرزنتيشن راح تكون فيه المقابلات على طول. على طول بمجرد انه يخلص المقابله راح يوقع العقد في نفس اليوم. في نفس اليوم. بسالم هذه المعارض يعني في المعارض المهنيه ولا انتم تسوونها لحالكم؟ احنا يعني سويناها كوزاره عمل للامانه. طيب يعني هذا بصفه دوريه تسوونها ولا؟ والله شوف الاوبن داي احنا الاوبن داي الحين عندنا جهتين في انتظار الموضوع، يعني حتى اليوم كنت انا في اتصال مع اخوي فالح من شركه حمايه، قاعدين نحدد اليوم ان شاء الله راح يكون في اليوم المفتوح ما بين وزاره العمل وشركه حمايه الامنيه، بعدها ان شاء الله راح يكون في ما بين وزاره العمل وبنك بروه يوم مفتوح ثاني ان شاء الله. نعم، السيد محمد بن سالم الخليفي رئيس قسم التشغيل المكلف في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، احنا نشكرك على حضورك معنا في برنامج ترحيب، وباذن الله لنا استضافات قادمه. شكرا. الله يحفظك، وانا اشكركم على الاضافه واحنا جاهزين في وقت اللي تطلبه. الله يحييك يا محمد. يا مرحبا. في سياق هذه الحلقه نستضيف ايضا الدكتور خالد عبد النور للحديث عن حمله كلنا للصحه. وبعد الفاصل بنتابع. القراءة وتأثيرها الإيجابي على النشء وتوسيع المعرفة، انتظرونا.
متواصلين معكم مشاهدينا في برنامج ترحيب، نتحدث الآن عن اعتماد سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم التقويم السنوي المدارس المستقلة للعام الأكاديمي 2013-2014 والذي تضمن لأول مرة إجازة في منتصف الفصل الدراسي الثاني. نعم يا صباح، وفقا للتقويم تبدأ إجازة منتصف العام من 26 يناير إلى 6 فبراير 2014، بينما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من 13 إلى 17 أبريل 2014، وتبدأ إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتدريسية من 13 يوليو إلى 28 أغسطس 2014. أما دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية العام الأكاديمي 2014-2015 فيبدأ يوم 31 أغسطس من العام 2014، على أن يبدأ دوام الطلبة للعام الأكاديمي 2014-2015 يوم 7 سبتمبر 2014. نعم يا صباح، لأول مرة ستجري اختبارات أو ستجرى اختبارات الدور الثاني في مراكز يعتمدها المجلس الأعلى للتعليم في مجموعة من المدارس اللي ستقدم الدعم للطلبة، كما سيقوم المجلس بالتعاقد مع الهيئة الإدارية والتدريسية للقيام بالمهام المطلوبة. يمكن من الأمور الجديدة يا خالد مسألة الإجازة اللي راح تكون في منتصف الفصل الثاني اللي اعتمدها وزير التعليم، وأيضا راح تكون من تاريخ 13 إلى تاريخ 17 أبريل. التفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع معنا على الهاتف السيدة مريم الحمادي مدير مكتب الاتصال والإعلام في المجلس الأعلى للتعليم. مساك الله بالخير أستاذة مريم، وفي البداية ودنا تحدثينا عن الجديد في التقويم المدرسي لهذا العام. حياك الله أخوي ويعطيكم العافية، شاكرين أن أنتم متواصلين معنا في المجلس الأعلى للتعليم لخدمة أولياء الأمور والطلبة. الله يحييك. بالنسبة الله يسلمك للتقويم المعتمد هذا العام، الكثير يمكن اللي يلاحظونه أولياء الأمور أنه في توجه لتسهيل العملية وإضافة جو من الراحة للجميع سواء أولياء الأمور الطلبة المعلمين، وبالتالي في إجازة صيفية إجازة منتصف الفصل العام الدراسي وبالإضافة إلى أسبوع في شهر أبريل. نتوقع أن هذا له أثار إيجابية على العملية التعليمية وعلى الجميع طبعا، توفير فرص أن تكون الأسرة مع بعضها. الآثار المترتبة أيضا يمكن على هذا التقويم أنه بيكون في مواعيد الاختبارات في فرصة أفضل للطلبة أنهم يذاكرون، ولكن بدون ما يأثر على جميع الموظفين وعلى جميع العاملين في المدارس. فسيكون هناك بعض المراكز التعليمية التي سيتم تحديدها، بالإضافة إلى تعاقد المدرسة مع هيئات إدارية وتدريسية ستكون بقدرتها أنها توفر التعليم والدعم للطلبة بالإضافة إلى الاختبارات. وبالتالي يمكن لبقية المعلمين البدء في إجازاتهم بشكل طبيعي والعودة طبعا في الوقت المحدد. نعم أختي مريم، يمكن يعني في تضارب، يعني أولياء الأمور يشتكون من تضارب المواعيد الإجازات بين المراحل المختلفة، فهل يعني التعديل الجديد هذا حل المشكلة؟ فعليا هو نعم صحيح، لأن هذه الإجازات لو لاحظتها هي للجميع المراحل. نعم، فالجميع بيحصل على نفس الإجازة، وأيضا المجلس يعمل على التوفيق أيضا مع المدارس الخاصة بحيث أن الأسرة الواحدة تستطيع أنها تحصل على إجازات في نفس الوقت. يمكن هاي الأمر اللي نطمح له كلنا أستاذة مريم، من العوام السابقة يمكن أولياء الأمور دائما ما يتكلمون عن نفس هذا الإجراء، لكن إن شاء الله راح يتم التنسيق بين المدارس بحيث أن الأسرة تأخذ إجازتها كلها مع بعض بإذن الله. أستاذة مريم، بنتكلم عن موضوع آخر، حيث تم الإعلان عن إجراء اختبارات لأول مرة في مراكز معتمدة، شن هي أسباب وأهداف أيضا اختيار أو هذا الإجراء؟ يمكن وضحت لك أخي العزيز قبل قليل، قلت لك إن في كل عام أولياء الأمور يضطرون إنه يقعدون مع أبنائهم على أساس إنه يختبرون مثلاً، وقد تجر هذه لفترات متأخرة قبل بدء الإجازة الصيفية. وبالمقابل المعلمين ما يقدرون يبتدون إجازاتهم إلا إذا انتهوا من هذه الأعمال التقوية في البداية والدعم، ثم أعمال الاختبارات والرصد وما يترتب عليه. جميل. وبالتالي إن هذه الأمور حركتها الحركة اللي صارت راح تأثر إيجاباً إن أولياء الأمور يقدرون يبدأ الإجازة مبكراً، وخاصة لما عندهم دور ثاني. بالنسبة للمعلمين يقدرون يبتدون إجازاتهم، وبيكون في فئة محددة هي اللي بترتضي العمل في هذا المراكز إن هي تكون تساعد. يعني مش كل الكادر التدريسي راح يبقى في الدوام الرسمي. لا، مثل ما وضحت لك بيكون في تعاقد من الهيئات الإدارية والتدريسية عن طريق المجلس. أختي مريم، هذه المراكز راح تكون موزعة على جميع يعني أجزاء أو مناطق الدولة ولا في مناطق معينة؟
أكيد هيئة التعليم الله يسلمك، الجهة المختصة راح تراح مع بتنسيق مع هيئة التعليم طبعاً الجهة المختصة بالاختبارات في وضع التصور اللي بيكون في حينه، وبيتم الإخبار والإعلام عنه بوقت كافي. نعم سيدة مريم الحمادي مدير مكتب الاتصال والإعلام في المجلس الأعلى للتعليم، شكرا على تواصلك معنا في برنامج ترحيب. نبقى في أجواء التعليم يا صباح، وننتقل الآن مشاهدينا إلى مركز الفنون في سوق واقف، حيث سيقدم لنا الزميل حمد العيدة فقرة الثقافية من هناك. تفاصيل عند حمد العيدة، والهواء عندك يا حمد. شكرا لكم مجددا خالد وصباح ومشاهدينا. طبعا نذكركم من جديد ان احنا موجودين في مركز الفنون بسوق واقف في الفقرة الثقافية، وضيفنا الليلة راح يكون الدكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، على اساس انه يحدثنا عن التشجيع على القراءة. مساك الله بخير يا دكتور وحياك الله معنا. اهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا. دكتور قبل أن نبدأ الحوار معك، عندنا بس تقرير عن تشجيع الأطفال على القراءة نشوف احنا والمشاهدين، وبعدين نرجع نستكمل حوارنا معك. مشاهدين خلينا نشوف هذا التقرير اللي تحدث تحديدا عن تشجيع القراءة لدى الشباب أو الأطفال، ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور. لطالما أكدت الدراسات والأبحاث التربوية والنفسية على صحة المثل القائل إن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ومن أجل الاستثمار الجيد في هذه الفئة العمرية ينصح المختصون بضرورة ترسيخ عادة تعلم القراءة لديهم منذ نعومة أظفارهم. أجاب الدانة بفرح، لأن في الصيف الماضي لم يعثر علي أحد منهم. المطالعة المستمرة تعمل على توسيع خبرات الطفل وتنمي مقدرته على التخيل والمحاورة، وتكسبه حساً لغوياً جيداً، بالإضافة إلى تقوية ملكة التفكير السليم لديه، ناهيك عن تحقيق فائدتي المتعة والتسلية. وتحقيقا للفائدة العامة، لم تدخر الدولة جهدا من أجل تكريس وتشجيع القراءة لدى الأطفال، فهناك العديد من المؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة التي تعنى بتوفير الإمكانيات الداعمة لهذه العادة لدى النشأ، من ذلك نشاطات المركز الثقافي للطفولة وفعاليات مركز أدب الطفل، وتخصيص مكتبات شاملة في المراكز الترفيهية، وتخصيص جائزة سنوية تعنى بأدب الطفل بمختلف المجالات من شعر وقصة ودراسات ونصوص مسرحية، فضلا عن اهتمام دور النشر بكتب الأطفال. ويؤكد مختص التربية أن أكثر ما يعيق ترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال هو المفهوم السائد لدى كثير من الأسر، والتي ترى أن تنمية حب المطالعة مسؤولية المدرسة وحدها، متناسين جانبا أساسيا يجب أن يبدأ من البيت أولا لبناء شخصية طفل قارئ قادر على الانتقال من مفهوم تعلم القراءة إلى مفهوم القراءة للتعلم. شفنا مشاهدينا هذا التقرير اللي يتحدث عن تشجيع الأطفال على القراءة. دكتور طبعا الطفل هو أساس بناء كل المستقبل، شلون نقدر نزرع في الأطفال حب القراءة؟ طبعا في البداية أنا أتقدم بالشكر الجزيل لقناة الريان على هذه الاستضافة. لا شكرا عوالي. وأرجو أن يكون اللقاء أو الحوار مثمرا ومفيدا إن شاء الله. إن شاء الله يكفيك فيها دكتور. الله يجزاك. بالنسبة للإجابة على السؤال، طبعا الاهتمام بالصغار وغرس حب القراءة في الأطفال هذا شيء مهم جدا، والأطفال دائما هم يبدأون بالاستماع قبل القراءة،
يعني الطفل يبدأ بالاستماع قبل أن يتعلم القراءة. نعم. وبالتالي فإن التركيز على المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستماع مهمة جدا في غرس حب القراءة لدى الطفل. وهنا تدخل يعني يدخل دور الأم خاصة في الحكايات في الأول، ثم بعد ذلك في اختيار القصص المناسبة للطفل قبل أن يعني يبلغ مرحلة من العمر ويستطيع أن يقرأ فيها. فالمرحلة الأولى يجب أن نركز عليها جدا، وهي في الاستماع يجب أن يعني نبذل اهتماما كبيرا في اختيار القصص المناسبة التي نحكيها للطفل، يعني التي يسمعها الطفل قبل النوم أو في أثناء الجلوس معه. لابد أن نحكي له القصص التي تثير اهتمامه، وبالتالي هو يتطلع إلى أن يسمع قصص أكثر وأكثر، وبالتالي يعني يصبح لديه حب أن يقرأ الحصول على المعلومة أيا كانت في الصورة الأولى في صورة استماع. لكن بعد ذلك عندما يكبر ويصبح مثلا في الروضة ويستطيع أن يقرأ، نختار أيضا له الكتب المناسبة التي تناسب اهتماماته وتناسب ميوله. نعم. وتكون أيضا بلغة سهلة مبسطة، يعني لا نختار للطفل كتب صعبة أو موضوعات لا تثير اهتمامه في محيط اهتمامه الأولي، لأن الطفل كلما يعني استمر في النمو كلما زادت اهتماماته واطلاعاته وخبراته. نعم. بالتالي نحن نختار له القصص المناسبة. فهذه الفترة يعني الشيء الأول وهو التركيز على فترة الاستماع. نعم. الفترة الثانية بعد ذلك اختيار الكتب المناسبة في القصص والحكايات. نعم. دكتور، مستمرين معك في الحوار حول تشجيع القراءة، ولكن مشاهدينا عندنا فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا مع الدكتور علي الكبيسي، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ونعتذر عن الإشكالية البسيطة اللي كانت في الصوت، ونستكمل حوارنا مع الدكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر. دكتور، قبل نطلع الفاصل كنا نتكلم عن شلون نقدر نزرع جيل من نزرع في الأطفال حب الثقافة والقراءة تحديدا اللي هو موضوعنا، لكن شلون نقدر ننمي هالموهبة فيهم؟ كما قلت قبل قليل أن لابد أن نركز على الفترة الأولى من حياة الطفل هي فترة الاستماع. ثم بعد ذلك عندما يتقدم هي قليل. دكتور عفوا، إلى أي سن الاستماع هذه؟ يعني تقريبا إلى المرحلة يعني إلى قبل دخوله الروضة، 5 سنين تقريبا. يعني تقريبا الفترة هذه هو يستمع، ففي هذه الفترة احنا نركز عليه، وتستمر يعني تستمر الحكايات ايضا معه. ايه؟ حتى لكن انت تشوف ان ننقيها احسن. نعم. انا اعتقد ان التركيز في الفترة الاولى على تحبيب الطفل في الاستماع الى القصص التي تمثل توجيهات قيم وتوجيهات سلوكية جيدة بالنسبة للطفل او ما يرضي اهتماماته ايضا، ممكن أن يساعده أيضا أو ينمي اهتمامه بحب القراءة. نعم. بعد ذلك نختار له الكتب المناسبة عندما يبلغ مرحلة من العمر يستطيع أن يقرأ فيها، نختار له الكتب المناسبة التي تناسب سنه وتناسب اهتماماته، وأيضا اللغة مكتوبة بلغة تناسب أيضا. نختاره ولا نجبره على بعض الكتب؟ لا، نختار له. ممكن أن نتركه يختار، لكن أيضا نوجه هذا الخيار بإشراف. نعم، يعني لابد أن يكون هناك إشراف. مسألة الإجبار ممكن تنفره من القراءة أو يمكن يكون المحتوى أكبر من مما يستوعب. أي. وبالتالي يكون فهمه صعب فينفر من القراءة. لكن من القراءة. لو كان لك اختيار، لو كان هناك أول يعني اختيار من جانب الوالدين وثم اختيار موجه بعد ذلك من قبلهما يكون أفضل. طبعا الشيء الثالث هو اللي يساهم ايضا في تحبيب الطفل في القراءه هو يعني انشاء مكتبه اسره في المنزل، مكتبه المنزل. يعني يسعى الوالدان الى تكوين مكتبه ايضا فيها مجموعه من القصص المتنوعه التي تمثل اهتمامات الطفل في شتى المجالات، ليس فقط في القصص الخياليه، في كل مجالات ممكن ان الدكتور ممكن يحافظ على هالمكتبه عنده لين يكبر. نعم. ويرجع وتبقى له ولمن بعده ولاخوانه. يعني ايضا هناك ايضا نقطتان اريد ان اشير اليهما. تفضل. النقطه الرابعه هي نقطه القدوه، لابد ان يجد الطفل في افراد الاسره كلهم يعني بما فيهم الوالدان ان يقرؤون، فاذا وجد ان اباه يقرا وامه تقرا واخته تقرا واخوه يقرا. نعم. فانه سوف يتشجع ايضا على القراءه. النقطة الثالثة الأخيرة هي طبعا
بعد ذلك في المدرسة تكون هناك مكتبة للمدرسة، ويحبذا لو كانت هناك دار نشر متخصصة لإصدار كتب للأطفال، يعني على مستوى العالم العربي أو على مستوى كل دولة على حدة، تكون هناك دار نشر متخصصة تصدر كتب للأطفال. هذه الكتب تعد بعناية وتؤلف بعناية وتنتقل موضوعات وتوجه، بحيث أن الكتاب أو القصة عندما يخرج إلى الطفل يكون في متناول هذا الطفل وفي استطاعته أن يقرأ. ما في دكتور ما حسيته أو لمسته أو سمعته أن في دار نشر ممكن تهتم في هالموضوع أو في جانب الطفل؟ والله هناك كثير من دور النشر، لكن الكتاب أو يعني المنشورات التي تخرج إلى الطفل أحياناً تكون بهدف تجاري وليس بهدف تثقيفي. المحتوى ما يكون أحياناً قد يكون فيها ضرر. دكتور، الحين صار في عصر القراءة الإلكترونية، ممكن يشكل خطر أو مشكلة على عصر القراءة الورقية أو يعني القراءة الورقية؟ طبعاً نحن فعلاً نعيش في عصر الإلكترونيات والتقنيات وعصر المعلومات، وأصبح الكتاب أيضاً قراءته نادرة. لكن ليس معنى أن قراءة الكتاب نادرة أن هذا الكتاب سيمحى ولا أن يكون له وجود أو يهجر. لا، سوف يبقى الكتاب وإن طغت وسائل الاتصال الحديثة أو وسائل القراءة الحديثة الأخرى، لكن سوف يبقى للكتاب من يحب أن يقرأ فيه. نعم دكتور، المطبوع العربي إلى أي حد يساهم في تشكيل اللي هو الجمهور اللي يقرأ؟ طبعا كما قلت المطبوع العربي له دور كبير في 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 تثقيف الجمهور، سواء كانوا اطفالا او شبابا او كبارا المطبوع العربي. ولكن التحدي الكبير في لدى دور النشر والتي تطبع هي انه ينظر الى هذا الكتاب على انه بضاعة تجارية، يعني وراها ربح، ولا ينظر اليه على انه وسيلة ثقافية، بمعنى انه يحمل رسالة ثقافية يود المؤلف أو يود الكاتب أن يوصلها إلى 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 إلى, إلى الجمهور أيا كان. طيب هذا. طيب دكتور، شلون أعرف أن يعني الكتاب هذا مش الدسم بالمعاني اللي فيه أو بالقيمة اللي فيه؟ بمحتواه، يعني عندما تريد أن تقرأ كتاب لابد أن تتصفح هذا الكتاب. إذا كان هناك فهرس لهذا الكتاب سوف تقرأ، إذا كان هناك لا يوجد فهرس سوف تمر مرا سريعا على الكتاب ثم تقيم هذا الكتاب لترى يعني مدى أهميته بالنسبة لاهتماماتك بالنسبة لمضمونه، وهذا طبعا يختلف من فرد إلى فرد. طيب دكتور، مثلا الحين عندي كتاب من 300 صفحة، طبعا قراءة 300 صفحة تحتاج جهد كبير. صحيح. شلون أقدر أعرف أنا من بداية الكتاب أن الكتاب هي شيق أو لا؟ هل هو من المقدمة؟ نعم. أو إن شاء الله عندما نتحدث عن القراءة نذكر أنواع القراءة. القراءة ليست على نوع واحد، القراءة عدة أنواع. في مثل عندما تريد أن تختار كتاب، هناك قراءة، نوع من القراءة اسمه القراءة التصفحية السريعة، أنت تقرأ الكتاب بسرعة، يعني في مدى أقل من 5 دقائق. المقدمة أول النص. بالضبط. نعم، تنظر إلى مقدمة المؤلف، المقدمة الأولى التي ذكر فيها، لتنظر ما أهمية الكتاب الذي يذكر هو. لابد أن المؤلف قد ذكر أهمية الكتاب، أنا ألفت هذا الكتاب لأنه يهدف إلى كذا وكذا، فتنظر أهمية هذا الكتاب وتقيس هذه الأهمية في مدى اهتمامك وفي مدى ما ترى أنت من موضوعات أخرى. ثم تنقل بعد ذلك إلى الفهرس إذا كان هناك فهرس لهذا الكتاب. أيضا تقرأ محتويات الفهرس إذا كان هناك أبواب في الكتاب، إذا كانت هناك فصول في الكتاب. ثم بعد ذلك عندما تأخذ الفكرة الكبرى من هذا الكتاب تعود إلى كل فصل وتأخذ الختام، الأشياء الختامية. هذا بعد ما أروح البيت، يعني بعد ما أشتريه؟ لا، وأنت قبل أن تشتري. يعني لكي يكون قرارك النهائي الآن. الآن أنت عرفت مقدمة الكتاب والفهرس، وعرفت الفهرس، الآن تعود إلى نهاية كل فصل لترى ما هي الخلاصة التي تخلصها من هذا، ما هي النتائج التي توصل إليها. وأحياناً تكون هناك في الصفحة الأخيرة خاتمة في الكتاب أو نتائج أنت أيضاً تقرأها. من كل هذه المعطيات تستطيع أن تقرر أن هذا الكتاب مهم أو أن هذا الكتاب مفيد أو أن هذا الكتاب يدخل في اهتماماتك أو أنه مرجع يمكن أن تأخذ اسمه الآن وترجع له فيما بعد أو ترجع له في مكتبة عامة. هذا يعني يختلف باختلاف اهتمامات. نعم، هذه نصائح أنا شخصياً أشكرك عليها دكتور، أنا أحتاج مثل النصائح. دكتور، في هناك العديد من الجهات الثقافية في قطر، طبعاً هل يوجد بينهم تنسيق على أساس تشجيع القراءة لدى المواطن؟ والله الكلام ليس على قطر، المؤسسات الثقافية في الوطن العربي ككل، يعني الشيء الواضح غياب التنسيق فيما بينها، ليس بينها تنسيق، ليس هناك تنسيق فيما بينها، وبالتالي كأن كل إدارة أو كل وزارة تعمل لحالها.
ولكن منذ أن بدأت الدول العربية في عمل الخطط الاستراتيجية والرؤى الاستراتيجية لكل دولة أصبح مطلوب من كل وزارة أن تضع خطة استراتيجية، وبالتالي تكون هناك مشاريع واضحة وهناك شركاء يعملون مع هذه الوزارة، وبالتالي بدأوا الآن في عملية التنسيق. إذن لكن غياب التنسيق اعتبر سمة واضحة في الوطن العربي. إذن المطلوب اللي هو التنسيق بينهم، زيادة التنسيق على أساس ما يكون في ازدواجية حتى لا يتكرر المشروعات نفس الاحتفالية أو نفس الموضوع. صحيح. وتفاجأ أن في جهة حكومية نعم. أخرى صح نعم. يعني مسوية نفس الفعالية الموضوع نعم. صحيح. فيكون فيها تضارب بالضبط. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. دكتور سؤالنا الأخير المدارس، إيش الدور اللي ممكن تقوم فيها المدارس على أساس التنسيق أو تشجيع القراءة لدى طبعا دور المدارس دور كبير، لأن المدارس مرتبطة بالتعليم، والتعليم هو وسيلة من استثمار البشر. أنت عندما تعلم أنت يعني تستثمر فردا سوف يبني مستقبل الوطن أو مستقبل الأمة أو مستقبل العالم في بعض الأحيان. فإذا أنت في التعليم لابد أن تبذل جهدا كبيرا، وبالتالي يكون التركيز على 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 غرس حب القراءة في الأطفال وهم في المدارس يعني مهمة كبيرة، وتحتاج إلى جهود تتضافر فيما بينها طبعا. ولا بد في هذه الفترة الاهتمام بدروس القراءة خاصة في مادة اللغة العربية. دكتور انت تشوف انه ممكن للأسف ان هل مطلوب انه تكثيف في هذا طبعا يعني لا بد ان تعالج، لأن اللغة العربية مقسمة إلى عدة مواد، يعني في داخل مادة اللغة العربية تجد عدة مواد منها القراءة مثلا، فتجد انه يكون هناك مثلا التركيز على على مواد اخرى او على فروع اخرى في اللغه العربيه، وتترك هذه حصه القراءه كانها يترك الاستاذ الطالب يقرا هو في سره او يقرا قراءه يعني صامته. وهي مهمه جدا، لكن لابد ان يعلمه كيفيه القراءه وكيفيه استخراج الافكار وكيفيه وضع العناوين والبحث عن ماذا يريد أن يقول المؤلف، وما هو الموضوع الكبير، وما هي الأفكار الجزئية، يعني ما هي الأفكار الكبرى وما هي الأفكار الرئيسية، وهل هناك حقائق ولا هناك آراء، لأنه هناك فرق بين الحقيقة وبين الرأي، لأن الحقيقة سوف تؤخذ على أنها حقيقة وبالتالي هي عرضة لأن تتغير ما بعد ذلك يعني إذا ثبتت ضدها، والرأي هو مجرد رأي يعني يقبل الاختلاف. فلا لا يمكن أن يخلط، وهذا ما نحرص نحن عليه في جامعة قطر. يعني في جامعة قطر نحن نحاول خاصة في مقرر اللغة العربية 100، عندنا في قسم اللغة العربية واللغة العربية 200، في مقرر اللغة العربية 100 نحرص على أن يتمرن الطالب على التفكير الناقد، على أنه يقرأ وينقد ما يقرأ، لا يكتفي فقط بالقراءة، وإنما عليه أن يحلل ما يقرأ وأن ينقد ما يقرأ، أن يقدم وجهة نظره فيما يقرأ. نعم دكتور علي الكبيسي، احنا وصلنا الى نهايه هذا الحوار معك، شكرا. انا كنت مستمتع واتمنى مشاهدينا يكونون تابعوا هذا اللقاء الشيق. الله يخليك، شكرا لوجود الدكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغه العربيه بجامعه قطر في كليه الاداب والعلوم، شكرا لوجودك معنا في هذه الفقره الثقافيه. شكرا جزيلا. صباح وخالد، هذا كل ما لدينا مع الدكتور علي الكبيسي في الفقره الثقافيه، الكلمه عندكم. شكرا لك يا حمد، وأيضا الشكر موصول للدكتور علي الكبيسي على هذه الفقرة الثقافية. ولا شك أن القراءة أمر ضروري لتطور المجتمعات وأيضا الحضارة. نعم يا صباح، احنا يعني نشجع المشاهدين، مع أن يمكن يعني ما تحصل وقت، ولكن قد ما تقدر تواظب عليها ويعني تواظب على القراءة. نعم. فهي تنمي عندك قدراتك. نعم. وايد يعني. يمكن الناس اللي يقولون ما عندنا وقت وما عندنا وقت، احنا نقول قليل دائم خير من كثير منقطع، بحيث ان تواصل في مسألة القراءة وتزيد الثقافة العامة عندك. نعم. مشاهدينا، بدعم من مركز قطر للعمل التطوعي، أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة كلنا الصحية. المزيد عن هذه الحملة التوعوية نشوفها معكم في هذا التقرير. أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة كلنا للصحة والسلامة للتوعية من المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في قطر. الحملة تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري،
وتنظم من خلال كرفان متحرك، وهي موجهة إلى شريحة العمال في المنشآت العامة والأماكن المكشوفة. وتهدف كلنا للصحة والسلامة إلى تجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة عن طريق شرب كميات وافرة من المياه وأخذ فترات متناوبة من الراحة ومحاولة البقاء في أماكن مظللة قدر المستطاع. والحملة تقدم نشرات إرشادية بأربع لغات، ومن أهدافها أيضاً زيادة الوعي لدى العاملين في الأماكن المكشوفة بضرورة تجنب التعرض الكثير لحرارة الشمس وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمل في تلك الفترات، سعياً إلى بناء حياة صحية سليمة والتقليل من مخاطر التعرض للأمراض الناجمة عن الحر الشديد. للوقوف عند تفاصيل هذه الحملة وأهدافها نشوفها ونستضيف معنا اليوم في الاستديو الدكتور خالد عبد النور من مستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية ورئيس حملة كلنا للصحة والسلامة. دكتور نرحب فيك في برنامج ترحيب ونقول لك يا مرحبا بك. يا مرحبا واشكركم على الاستضافة، وكذلك بالنيابة عن مؤسسة حمد وشركة كونيكو فيليبس نشكر احنا قناة ريان المتابعة المستمرة. شكرا على الواجب يا دكتور، وهذا يمكن أحد واجباتنا احنا نغطي الفعاليات اللي تصير في مجتمعنا. نعم لا شكرا على الواجب يا دكتور. وفي البداية دكتور ودنا لو تعرف مشاهدينا عن حملة كلنا للصحة والسلامة. نعم، حملة كلنا للصحة والسلامة انطلقت من تقريبا سنة. وعدت على مراحل مختلفة تغطي أمور مختلفة متعلقة بالصحة والسلامة. وهذه مرحلة جديدة احنا يمكن دكتور احنا استضفناك في المرة اللي راحت وحدثونا عن مرحلة من المراحل اللي كانت. نعم تتذكرون أول مرة جيناكم بخصوص سلامة الأطفال في البيوت. وسلامتهم حوالين وداخل المياه. وتكلمنا صحة القلب، الحملة اللي أطلقناها في السيتي سنتر. نعم، وهذه الحملة الجديدة أطلقناها بداية الشهر وراح تستمر إن شاء الله لنهاية الشهر. نعم. شهر 9. الهدف من هذه الحملات دكتور يمكن يمكن كل فترة إحنا نشوف حملة جديدة تطلقها مؤسسة حمد الطبية للمجتمع، الهدف من هذه الحملات؟ طبعاً هي في أمور كثيرة. الواحد وده يطلق ويغطي كل شيء، لكن إحنا نحاول نركز على أمور أساسية بدون ما نعمل دبلجة لحملات ثانية اللي صار وكلها ممتازة وتفيد. الحملة هذه بالذات احنا كان بدنا نبدأ فيها قبل، يعني بداية الصيف، بس عشان شهر رمضان وكنا مغطين حملات ثانية بدينا بداية 9. أمور متعلقة في مخاطر متعلقة بزيادة الحرارة ونسبة الرطوبة بالأخص للفئات العمال اللي يشتغلون في الأماكن المكشوفة برا، لأنه ما أكثر عرضة لمخاطر الشمس والحرارة. نعم دكتور، يمكن لو تحدثنا عن الحملة نفسها. هذه شنو البرامج والفعاليات اللي أنتوا تقدمونها فيها حاليا في هذه الحملة؟ في هذه الحملة احنا مثل ما شفتوا بالفيديو احنا هدفنا دائما احنا بكلنا بالاتصال المباشر مع الجمهور. نعم. وجمهور الأساسي حالياً هم فئة العمال. فمن كذا إحنا كوننا الكرفان. أنا شوف الكرفان كنت بسألك عنه. نعم، والكرفان هذا فكرة جديدة. نعم. حتى تساعدنا، يعني يساعدنا نحمل الأغراض، لأن داخل الكرفان عندنا إحنا شغلات موزعة للعمال. نعم. شغلات متعلقة بالكيفية الوقاية من جو تأثير الجو الحار. نعم. لأن الوقاية هي أفضل طريقة مثل ما نعرف الوقاية خيرا الوقاية من الأمراض. نعم. الأشياء الموجودة اللي توزع فيها، يعني إحنا شاهدنا في التقرير. نعم. الشباب قاعدين يوزعون أشياء على العمال. الأشياء اللي توجد في هذا. نعم. هي مثل باكيج فيها منشورة فيها إرشادات متعلقة بالموضوع بأربع لغات. أربع لغات. اللغة العربية، الإنجليزية، الأردو والمالية. فيها غرشة ماء، فيها حبة فاكهة بالبرتغال. جميل. فيها قبعة حتى نحميهم من تأثير أشعة الشمس على الرأس، وفيها مبرد
لغرشة الماء. شفتهم المبرد كلها يعني أمور متعلقة بالصحة يعني كلا كل شيء له هدف وكل شيء ذكرى لهم. يعني يمكن دكتور مش ان انت تعطونهم كفايتهم، ولكن انت هذا يعتبر رساله توجيه لهم. رساله توجيه نعم. احنا اكثر نبي فوق المليون قطعه يعني لكن هي مجرد شغله رمزيه، واحنا نحاول يعني غطينا ما يقارب 30 موقع حاليا وباستمرار. بالنسبه للمواقع الاماكن المختلفه، بالنسبه للمواقع هل حددتوا عدد من المواقع او مواقع تجمع العمال انفسهم؟ طبعا المواقع كثير والكل على علم يعني حتى حواليكم هنا ما شاء الله البنيه التحتيه وما شابه ذلك. صعب الواحد يغطي كل المواقع، بس على الاقل من ناحيه جغرافيه نحاول نغطي الاماكن بكثر ما نقدر. يعني طبعا المشاريع المتواجده في الدفنه باللوسيل، رحنا على وكره، رحنا على مسعيد الخور، فنتوزع يكون تواجد كلنا. ومثل ما ذكرت يعني الغرض ان نسلم الرساله، والبضاعه هي مجرد رساله مثل ما رساله توعويه للعمال. ولا تنسى الكل راح يشارك مع زميله ويروحون على سكنهم يعني العمال، والكل ينتبه فعلا في نقاش في تبادل معلومات وكذا. نعم. يمكن دكتور يعني تكلمت عن الحر الشديد واشعه الشمس، شنو يعني المحتمل انه يتعرض له او يصاب العمال من تعرضهم لاشعه الشمس؟ طبعا احنا اجيال واجيال عشنا في هالجو، يعني احنا ما نحب يعني نخرع الناس سواء في قطر ولا برا ان الجو الحار له تاثير فعلا مثل الجو البارد، مثل يعني امور كثيره اللايف ستايل، ناس تاكل كثير ممكن يضر. في امور لازم نذكرها يعني من الناحيه الطبيه. لا شك ان التعرض لدرجه عاليه من اشعه الشمس لفترات طويله بدون اخذ الاحتياطات اللي احنا نذكرها بالمنشورات قد تعرض الانسان وجسم البشر لعواقب طبيه ممكن نتفاداها. منها طبعا التاثير ممكن ياثر على المخ، ياثر على الكلى، أعضاء كثيرة أساسية بالجسم. وأعراضها تختلف من شخص لشخص، من حالة لحالة، حسب فترة وجود الشخص بالشمس، حسب قدرة الشخص للتحمل. قد يكون شخص قوي التحمل بدون أمراض مزمنة وكذا، بدون أدوية. لكن بصفة عامة الأعراض قد تتراوح من الصداع، العطش، دوران، ممكن يعني تتطور لتشنجات بالعضلات، الإغماء، الغيبوبة. طبعا الأمور هذه ما نبي يمكن نشوفها. يمكن دكتور ما تجي فجأة، يمكن كثر تعرضه لأشعة الشمس يوم بعد يوم ما تجي فجأة يعني. لكن وخاصة إذا الشخص ياخذ احتياطاته، ولا ننسى دور الشركات واصحاب العمل بتثقيف العمال. طبعا نرشد العمال ياخذون احتياطاتهم، يشربون الماء، يستعملون الظل باكثر ما يمكن، ياخذون قسط من الراحه، ما يلبسون الملابس الثقيله اذا ما يحتاجونها. بس دور الشركات سواء حكوميه ولا خاصه تثقيف الشركات الصغيره، ضروره توفير المياه، الماء يعني، مكان الظل، احترام ساعات العمل خلال الصيف. واحنا كلنا على علم يعني الدوله ما تقصر في قوانين واضحه وساعات عمل، واحنا يعني ناشد الشركات. هذا بالنسبه للامراض. هذا دكتور لو تكلمنا عن الاعراض اللي تؤدي الى الاصابه بهذه الامراض، اكيد لكل مرض له عده اعراض تؤدي الى هذه الامراض. نعم، الاعراض اللي ذكرتها طبعا تشمل الامراض مختلفه. فرضا اذا صار تاثيره على القلب، مثلا الشخص ممكن يحس بدقات القلب يعني متواجد بالشمس، يحس يعني دقات سريعه وشويه يعني في دوخه، هذه معناته ان جسمك قاعد ينبهك ان في مشكله. ادخل الظل واشرب الماء ونادي احد المساعده. نعم. تاثيره على المخ ممكن يسبب الصداع، الدوخه، الغيبوبه والاغماء. وتاثيره على الكلى، قلة تكرمون التبول وزيادة اصفرار البول، معناته في حالة جفاف بالجسم بحاجة إلى مياه أكثر. فالجسم يعطيك رسالة يعني شربني ماي وقعد بالظل وكذا. دكتور، حملة كلنا للصحة والسلامة. يعني يمكن أنتم الحين مركزين، أو من خلال كلامك معانا أنتم مركزين على حرارة الصيف والشمس. هل انتم يعني بصدد اطلاق مثلا حملات ثانيه في المستقبل؟ مثلا ممكن الحين بدايه الشتاء وبدايه البرد ان توجد امراض ثانيه. نعم.
يعني الحمد لله احنا البرد عندنا ما يزي. طبعا احنا انا لما عايش في بريطانيا وادرس في بريطانيا كنا العكس. نعم. جينا حالات الناس اللي يعني ترى البرد شديد تنزل تحت الصفر. نعم. نعم. فالحمد لله هذه ما تجينا، لكن مع البرد وتغيير الجو تجي امراض الزكام والامراض الالتهابات الصدريه. وهذا يعني الكل على علم كيف معرفه الاعراض، والحمد لله المراكز الصحيه متوفره، الخدمات متوفره الحمد لله. يعني التوعيه من 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 قبل الشخص نفسه. نعم. انه يهتم وينتبه للاعراض البدايه. اما من ناحيه الحملات الجايه احنا عندنا خطه. طبعا الحملات اللي عملناها قبل حتى الحالي الحاليه راح تتكرر. جميل. احنا كسايكل كدائره تتكرر على حسب مثلا الموسم او حسب المشكله يعني في امور موسميه زي مثل ارتفاع الحراره. أيوة. بس مثلا على قبل نهايه السنه راح نطلق حمله سلامه الاطفال مره ثانيه. جميل. ان شاء الله بشكل افضل واقوى. نعم. لان كانت حمله ناجحه. وخلال حاليا احنا خلال نقاش ودراسه اذا في حمله ثانيه جديده نطلقها قبل اطلاق حمله. نعم. الأطفال هل لها وقت معين هالحملات دكتور ولا لها وقت معين؟ يعتمد على طبيعة الحملة. مثلا القلب عملناها غطيناها لمدة شهر كامل. نعم. بشكل يومي هذا شهر كامل. احنا السنة الجاية. نعم. مثلا أمور الصيف بنغطيها شهرين أو ثلاث، أمور الأطفال ثلاث شهور وهكذا. فحسب الحاجة وحسب طبيعة الرسالة. نعم. دكتور. نعم. يمكن قبل أن نختم معاك على عجالة. نعم. رسالة توجهها لأرباب العمل وأيضا الأشخاص اللي يمكن يزيدون العبء على العمال خاصة في الأماكن المكشوفة. نعم. طبعا أرباب العمل هذه كلمة حلوة، لأن ليش؟ لأن الكثيرين من إحنا عادة العمال يقولون أرباب. ايه بالضبط. احنا ما نبي الناس تعتقد انه بس نقصد الشركات الكبيرة، حتى الشركات الصغيرة يعني عندنا كلنا على علم من شباب وربع عندهم شركات مقاولات. يعني الامور هذه تطبق عليهم. يعني المكان البنا في ناطور في عمال بغض النظر عن العدد، الشمس هي شمس والحرارة ترتفع وتأثر على الكل. فالرسالة للكل انتبهوا، راعوا ساعات العمل خلال فترات الصيف، وفروا مكان الظل. يعني ما نقصد المكان كله يكون مغطى، لكن يعني مكان عطوا العمال فترات راحة، وفروا لهم الماء. يعني وإذا لازم يتبون يعني تأثير الأمور هذه على القطاع الصحي كبير جدا. نعم. يعني حالات كثيرة تدخل على الطوارئ، احنا ممكن نتفاداها، نوفر الخدمه للناس. يمكن المساله كلها متشاركه دكتور بين. نعم. العامل وايضا. نعم. واحنا يعني القاعده الاساسيه لحملت كلنا ان نبين ونميز اهميه. نعم. المسؤوليه المشتركه بالمجتمع بكل فئاتها. نعم. دكتور. نعم. خالد عبد النور استشاري اول طب الطوارئ في مؤسسه حمد الطبيه ورئيس حمله كلنا. نعم. للصحه والسلامه، نشكرك على حضورك معنا. نعم. في برنامج تراحيه، وباذن الله نستضيفك مع حملات قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم. بعد الفاصل بنتابع الهواتف الذكيه المزيفه وسبل مكافحتها، خليكم معنا. متواصلين معكم مشاهدينا في برنامجكم تراحي، ومن الثقافة والقراءة إلى فعاليات منتدى حجاج قطر السنوي اللي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نعم. فقد تم تنظيم المنتدى في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في إطار استعدادات القائمة لموسم الحج لهذا العام. هذا المنتدى بدأت الفكرة عندنا قبل 3 أسابيع بالضبط. شفنا في الإدارة
ان هذا الموسم موسم استثنائي، موسم فيه تحديات وفيه بعض المخاطر اللي ممكن ان تاثر على الحجاج دوله قطر. من ضمن هذه المخاطر اللي هي التوسعه في الحرم وتكدس الناس او الحجاج ووجودهم في المناسك في وقت واحد وكذا، والزحمه اللي راح تكون عليهم، راح يصير هناك نوع من التدافع من الازدحام، على اساس ان نوضح حق الناس ونبين لهم شنو هي الاوقات اللي المفروض انهم يروحون، كيف ممكن الواحد انه يعني يحمي نفسه من هذه المخاطر. بجانب مرض الكورونا اللي منتشر الان في المنطقه، واحنا كل يوم نسمع في حالات جديده قاعد الناس تصاب فيها وكذا، جات هذه الفكره. طبعا توقيت المنتدى احنا اخترناه في هذا الوقت على اساس ان احنا نعطي نفسنا مجال ان احنا نقدر نشتغل فيه براحه، وفي نفس الوقت ان نضمن ان اخواننا الحجاج يقدرون يشاركونا في هذا المنتدى ويشرفونا بحضورهم عشان يثرون هذه الفعاليه. طبعا المنتدى بدا اليوم الاحد تاريخ 15 سبتمبر. اليوم الاول كان فيه الافتتاح الخيمه، وكان فيه منتدى صغير او لقاء من قبل إدارة الوقاية في الدفاع المدني في وزارة الداخلية. تكلموا الإخوان الرائد حسين أمان والملازم عبد الله الكعبي، تكلموا عن المخاطر اللي أو الإرشادات أو طريقة الوقاية للحجاج من وجهة نظر إدارة الوقاية في الدفاع المدني. نشير مشاهدينا إلى أن حملة تطعيمات الحجاج قد بدأت استعدادها لزيارة بيت الله الحرام، فنسأل الله القبول لحجاجنا ولجميع حجاج المسلمين. اللهم آمين. وأيضا مشاهدينا بنوعدكم بتغطية مميزة من قناة الريان تتناول الحج بكل تفاصيله وجوانبه، أيضا ببرامج وتقارير غنية من أرض الحدث وأيضا من عندنا من الدوحة. ننتقل بالحديث إلى موضوع آخر مشاهدينا، حيث طرحت جامعة جورج تاون قطر عددا من البرامج الجديدة في المدينة التعليمية بهدف استقطاب الطلاب وتقديم الأفضل لهم. نعم، للاطلاع أكثر على هذا الموضوع معنا في الاستوديو ماجد سلطان المعاضي، طالب جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية في قطر. يا هلا يا مرحبا فيك أخوي ماجد. نرحب فيك يا مايد، مسي عليك بالخير ونقول لك يا مرحبا في برنامج ترحيب. في البداية مايد، ودنا تحدثنا عن جامعة جورج تاون، شن هي البرامج اللي تقدمها هذه الجامعة؟ جامعة جورج تاون تأسست في أمريكا وجابوا جزء في الدوحة، افتتحت في سنة 2005. نعم. والتخصصات هو يتعطي بكالوريوس في شؤون دولية، وعندنا أربع تخصصات اللي هي السياسة الدولية، ثقافة والسياسة، اقتصاد، نعم، وش اسمه، والتخصص الجديد اللي افتتحه اليوم هو التاريخ. التاريخ والسياسة. التاريخ والسياسة. إذن يعني نتمنى لكم التوفيق. يمكن يا مايد، كونك أنت أحد الطلاب القطريين المشتركين في هذه الجامعة والمنتسبين فيها، هذا شنو يمثل لك أنت بالنسبة لغيرك من الطلاب؟ والله أنا فخور أول شيء من الجامعة أن أكون جزء من جامعة مثل هذه، الجامعة عالمية وكبيرة. عالمية، من أعلى الجامعات في أمريكا. نعم. توه طالع العشرين على العالم الترتيب. نعم. الترتيب. نعم. السنة. ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. يمكننا نتكلم اخوي ماجد عن شروط الانتساب لهذه الجامعه. والله شروطها، اول شرط هو شهاده الجامعه طبعا، ولازم شهاده الثانويه. صح. والسات والاي سي تي. في اتوقع في شروط القبول في ليمت معين حق السات والاي سي تي، الرقم بس في اختبارات قبول. في اختبارات قبول. إيه. جميل. ولازم الايلس والتوفل. هم على يعني 100 في التوفل و6.5 ولا 7 في الايلس. حلو. عشان يعني يدخل فيرستي على طول. مو مكتوبه يعني، ما يخ...
لكن يعني بما معناه انه ولو تحدثنا عنك يا مايد، يعني انت الحين دخلت في السنة الثانية نفس ما قلت لي قبل الهوى في جامعة جورجتاون، كونك انت كطالب قطري تدخل جامعة مثل جورجتاون وتعتبر يمكن من التجارب المميزة اللي اتوقع بالنسبة لك، هذا يمكن يعتبر شيء صعب ونقول مش سهل لكن تحدي بالنسبة لك. هو تحدي بس من أحسن التجارب اللي جربتها في حياتي، يعني تستمتع وأنت في الجامعة. من أهم يعني من أكثر الأشياء اللي فرحوني هم الثقافة اللي في الجامعة. عندنا تقريبا من 50 دولة طلاب. جميل. فيعني تبادل وياهم الثقافات، مثلا عندي أنا مثلا قاعد في الصف 11 واحد من كوريا، واحد من قبرص، وأمريكي، فيعني تعلم وايد من الثقافات. يمكن ابو سلطان تقول انت على ما قلت انت هي تحدي، وانت ان شاء الله انك كفو لهذا التحدي. يمكن يعني ذكرت انا تجربتك في الجامعه، لكن لو بتكلم عن المميزات اللي تحصل عليها باستخدام نقول المرافق اللي توفرها مؤسسه قطر للطلاب. ما قصرت ويانا مؤسسه قطر، عندنا تقريبا كل شيء نحتاجه. عندنا مثلا مكتبه جامعه جورجتاون تعد من احسن المكاتب في الدوحه، معروفه، وفاتحين الحين بيفتحون مكتبة الدولة داخل قطر فونديشن، بعد من أكثر أحسن المكاتب في الخليج، دول الخليج. نعم. وبرا الدراسة عندنا مثل مركز طلاب، مركز الثقافة، أكثر من مركز موجود في المدينة التعليمية، وعندنا مثلا 4 ملاعب كورة، مسبح أولمبي. هذه الأشياء اللي يحتاجها الطلاب. الأفضل من ذي كلنا الجامعة. عندنا ناس ما يطلعون من الجامعة، في السكن الجامعة توهم فاتحين السنة الجديد. ما شاء الله كنا فندق يعني. والأفضل من ذي كلنا الجامعة موجودة في قطر. أي بالضبط. أنا حولها لك وحولها. أهم شيء هذا. ما يد يمكن قبل أن نختم معاك رسالة توجهها لأخوانك الطلاب اللي يمكن ودهم يدخلون جامعة جورجتاون أو غيرها من جامعات المدينة التعليمية، لكن يسمعون الكلام أنها صعبة وما نقدر نواصل وما نقدر نكمل، رسالة توجهها لهم. هي من ناحية صعبة بس يجب أن صعبت عليهم الحين. هي صعبة يعني ما نكذب إحنا، لكن يعني بس يقدرون عليها، مش مستحيلة. مو مستحيلة لا طبعا. أنا دخلتها يعني. نعم. وأنا ما كنت يعني من الطلاب اللي هاي، بس أهم شيء الهمة بالضبط. نعم. وش اسمه، والدراسة اللي والإصرار يعني والمواظبة على الدراسة. نعم. صح. نعم. احنا نتمنى لك التوفيق مايد سلطان العلي، طالب في جامعة جورجتاون في كلية شؤون دولية. شكرا على حضورك معنا في برنامج ترحيب، وشكر موصول لأخوانك الطلبة في جامعة جورجتاون. موفق، وننتظر ان شاء الله شهادة تبيض ان شاء الله. ما تقصر ان شاء الله. بهدف مكافحة التغليد باستخدام الهواتف الذكية، جرى تنظيم ورشة عمل بمشاركة إدارة حماية المستهلك. ورشة تدريبية اليوم اللي هي بمشاركة شركة بيت الحكمة للاستشارات. طبعا الهدف من الورشة أو إقامة الورشة هو تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الهواتف المحمولة. طبعا راح يوضع برنامج خاص للمفتشين عندنا من قبل الشركة، يحتوي على بعض العلامات التجارية العالمية اللي راح يتواصل معها المفتش دايركت مع العلامة التجارية العالمية في المصنع نفسه. طبعا المفتش من خلال التواصل هذا راح يصور المنتج اللي موجود في السوق ويرسله للشركة دايركت، ومن ثم الشركة ترسل له هذا المنتج أصلي أو مقلد. من أهم الأشياء اليوم اللي احنا نتكلم عنها في مكافحة الغش التجاري أن المصنع أو المقلد نفسه قاعد يتطور مع تطور المنتج. احنا ما زلنا احنا نبحث عن تطوير المفتش مع الشركات المالكة للعلامات التجارية. طبعا اليوم احنا معانا اكثر من 200 علامة تجارية راح يتدربون عليها الشباب ويعرفون الفروقات بين المنتج الاصلي والمنتج المقلد. البرنامج اللي راح يوضع في التلفون يعتبر برنامج يعني يمكن احنا ثاني دولة في الخليج نطبق البرنامج هذا للمفتشين في مكافحة الغش التجاري.
يذكر أن الورشة مشاهدينا شارك فيها 20 مفتشا من قسم الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك. نعم صباح. والآن إلى علوم الخيل والزميل علي المالكي. مساك الله بالخير يا علي. الله يمسيك بالنور العافية أخوي خالد، أمسي عليك ومسي على أخوي صباح كواري. يا مرحبا يا علي، وعطنا من علومك يا علي. علوم دائما، علوم الخيل دائما ما شاء الله علوم خير فيها إن شاء الله. طبعا تمكنت الفرس تريف ملك سعادة الشيخ الشيخ الضبي بنت حمد بنت جوعان بن جوعان من خطف الأضواء من جميع طبعا المشاركين في سباق قطر بري فريم الذي قيمه طبعا في مضمار لونغشونغ الفرنسيه. نعم. وتحت طبعا الاداره او التدريب المدربه هيد والفارس الشهير المتالق فرانكي ديتوري. طبعا هذا السباق يسبق السباق طبعا الشهير والمعروف في صباح انت يمكن تدريبه جائزه قطر لسباق بوس النصر. طبعا هذا السباق عالمي والكل يترقب هذا السباق، وايضا المشاركين يترقبون هذا السباق المشاركة فيه والفوز بالبحد الأشواط الموجودة في هذا السباق. نعم. طبعا نتمنى التوفيق للمشاركة القطرية في هذا السباق، ونترقب إن شاء الله بعد 3 أسابيع من اليوم إن شاء الله بإذن الله. وطبعا من ناحية ثانية تألق الحصان تبارك ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، قدم طبعا اداء مبهر امس الاول السبت طبعا من خلال الفوز بلقب نادي السباق الفروسيه هارود طبعا. نعم. تحت رعاية نادي السباق الفروسيه الدولي الذي قيم على مضمار دونكستر الانجليزيه والمصنف ب 150 الف جنيه استرليني. نعم. وايضا نبارك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفه الثاني، ونبارك لجميع المشاركين طبعا المشاركه القطريه بالاخص يعني في هذه السباقات، ونتمنى التوفيق حق الكل ان شاء الله. نعم علي المالكي مراسلنا في علوم الخيل، الف شكر لك ونشوفك على خير باذن الله. نعم. والخيل مقرون بنواصيها الخير. نعم. الى يوم القيامه. نعم هذا هو. وحين وصلنا او فقره ترحيب اليوم انتهت، وغدا بنتابع. شركة الريل أرض الفرص للشباب القطري. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب بإمكانكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. نعم لا تنسون متابعة برامج الليلة على قناة الريال منها محققون ويبث الساعة 8:30 وبرنامج الدانة الساعة 10. شوفكم باشر في حلقة جديدة من ترحيب. مع السلامة. مسون على خير.